أقيمت في العديد من الكنائس والمدارس الأردنية احتفالات بهيجة بمناسبة عيد الأم، شارك بها الكثير من أبناء الرعاية في مختلف محافظات المملكة. تخلل هذه الاحتفالات التي حضرها الآباء الكهنة والراهبات وجموع كبيرة من الأهالي والمدعوين إلقاء كلمات وتقديم فقرات فنية وترفيهية ممتعة. إلى المزيد. لأن الأم عطاء وتضحية ومسيرة كفاح ونجاح، فهي تستحق منا الوفاء والامتنان والشكر على ما تقوم به في حياتها من جهد صامت دون مقابل. ومن هنا وفي غمرة الاحتفالات هذه الأيام بعيد الأم، فقد أقيمت في العديد من الكنائس الأردنية احتفالات شارك بها الكثير من أبناء الرعاية، حيث أقامت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء حفلاً تكريمياً لأمهات وأعضاء المجموعة في قاعة الكنيسة بحضور كهنة الرعية والراهبات. وتضمن الحفل فقرات فنية تغنت بالأم والربيع والكرامة قدمها أشبال وزهرات المجموعة، فيما ألقى الأب إياد بدر كلمة وجه فيها التحية للأمهات طالبا من الأبناء حب ومساندة الأم جنبا إلى جنب مع حب الوطن. من جانبه شكر القائد العام للمجموعة ركان فاخوري الحضور وكهنة الرعية والراهبات على دعمهم المتواصل للمجموعة بمناسبة عيد الأم وبمصادفة الربيع وعيد الكرامة. ارتأت قيادة المجموعة وخاصة المجموعة الإرشادية إنها تعمل نشاط مصغر للأشبال والزهرات والمبتدئ والمتقدم، وندعي الأمهات وأكيد الأهالي أجمعين ونقدم لهم جزء من المعروف والمحبة اللي هم عودونا عليها. كل عام وأنتن الكرامة وال نبع الحنان، وشكرا لكل اللي داعمنا وكل اللي بيآزرنا، وشكر خاص لراهباتنا وكهنتنا اللي دايما واقفين معنا بكل مناسبة. شكرا لأهالي الأفراد اللي ما بتخلوا عنا ولا بأي لحظة ودايما داعميننا أول بأول، وهذا عربون محبة بيننا وبين الأهالي أجمعين. كل سنة وهم سالمين. كما تضمن الاحتفال محاضرة عن الأم قدمتها الصحفية رنا حداد، نوهت من خلالها على تعظيم الديانات السماوية لدور الأم وأهمية دعم الأمهات ومساندتهن للقيام برسالتهن على أتم وجه. بشكر الكشافة وبشكر على مجهودهم على الحفل اللي كتير كتير حلو متعوب عليه، وبشكر القائد الكركان والأشبال والزهرات والقادة كلياتهم، وكل عام وهم بخير كل الأمهات. كما أقامت الكنيسة السريانية الكاثوليكية في الأردن احتفالاً بعيد الأم ضم أكثر من 300 أم مهجرة من مختلف مناطق العراق. وفي بداية الاحتفال ألقى الأب فراس دردر خادم الرعية كلمة عبر فيها عن معنى العيد خاصة من الناحية الروحية. الكنيسة هي أم تهتم بأبنائها، واليوم إحنا كواجبنا كراعي لهذه الجالية العراقية من المهجرين العراقيين بهذا البلد الغالي الأردن، احتفلنا مع بعضنا البعض بحوالي 300 أم، وكان احتفال قدمنا في بداية قداس شكر للرب على كل الأفضال وعلى كل النعم اللي يعطينا إياها من فيض رحمته، وكانوا النساء كتير فرحانين خاصة من بعد التجمع اللي يعطيهم التشجيع، يعطيهم الأمل، يعطيهم الرجاء، خاصة هم مهجرين بهذا البلد المبارك. وبعدها تم توزيع الهدايا كهدايا رمزية حتى نقولهم أنه الكنيسة هي أم تهتم بأبنائها وما تتخلى حتى في أشد الضيق والألم، والكنيسة تبقى محافظة على إيمان أبنائها. شكراً.
ثم ألقت مسؤولة لجنة المرأة كلمة عبرت فيها عن دور وتضحيات الأم في تقديم الغالي والنفيس من أجل عائلتها، وختمت كلمتها بقولها: مهما اختلفت البلدان في التعبير عن معنى العيد، يبقى عيد الأم نبراسا وعلامة حية على استمرار الحياة. احنا اليوم موجودين هم كنيسة السريان الكاثوليك نحتفل بعيد الأم. نشكر لأبونا فراس لأنه سوانا القداس، وأحب أعايد كل أمهات العالم وأمي في فرنسا، وشكرا كثير لقناة نورسات لحضورها وتغطيتها الحدث. وبعد صلاة الختام تم توزيع الهدايا العينية على جميع المشاركات في الاحتفالية، ثم توجه الجميع إلى الباحة الخارجية لتناول الحلوى والمرطبات شاكرين الرب على نعمه. سهرت لتغفو هانئاً متنعماً، فاطلب رضاها سائلاً أو سامعاً. كما أقيمت احتفالات مماثلة في مدرسة اللاتين في الجبيهة، حيث راعى الاحتفال فيها قدس الأب بطرس حجازين راعي كنيسة اللاتين في الجبيهة، بحضور إدارة ومعلمي المدرسة وعدد كبير من الأهالي والمدعوين، حيث قدم أطفال المدرسة خلال الاحتفال فقرات فنية ورقصات منوعة وأغاني نالت إعجاب الحاضرين. وتقديراً لعطاء الأم وتفانيها في خدمة عائلتها ومجتمعها، أقيم في روضة مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام حفل بهيج بمناسبة عيد الأم، حيث تضمن الاحتفال الذي حضرته الأخت كلوديت دبابنة مديرة روضة راهبات الوردية وجموع من أهالي الطلبة إقامة عدة نشاطات وفعاليات فنية ورقصات شارك بها فرق الأطفال، إضافة إلى فقرات ترفيهية ممتعة. وقد عبرت الأخت كلوديت دبابنة مديرة الروضة عن سرورها لمشاركة أمهات الأطفال في هذه الفعالية التي تزرع في نفوس أبنائهن منذ الصغر بذور المحبة والتقدير لدور الأم المحوري. وقد تلا كل أطفال الروضة بصوت ملائكي مجموعة من الأغاني باللغتين العربية والإنجليزية ارتكزت كلماتها على حب وتقدير الأم. وفي نهاية الاحتفال وزعت الحلوى على الأطفال وعموم الحاضرين. نحن معتادين سنوي على بعيد الأم بنحتفل مع الأمهات، طبعاً بيبقى في برنامج وبنصادف فيه كمان يكون في المعرض شغل أولادهم مشان يشوفوا إيش اشتغلوا بحر السنة. الحقيقة مع معلمة الفن عملوا عن طريق جروبات مجموعات لوحات، بعرفش بطبيعي هي بطريقتها شو بتسميهم، بس لوحات عملوا عن طريق مجموعات حتى الطلاب يقدر يشتغلوا لما يكونوا مع بعضهم، بيشتغلوا بطريقة طبعا مميزة مع مدرستهم، فكانوا جدا متفاعلين. كل جروب بكل صف تقريبا عملوا 8 لوحات، فكانت مميزة وانت شايفها برونقها الحلو. بهني كل أم وبقولها كل سنة وانت سالمة وربنا يعطيها الصحة، وكل أمهات العالم أنا بودي لهم تحية من روضتنا من روضة الوردية، ومع طلابنا بنقدم لها أحلى تحية وكل سنة وهي سالمة.